بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم أعزائي الطلبة والطالبات في لقاء جديد. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على الجنرال أنجيولوجي أو علم الأوعية العام. الليرنينج أوبجيكتيفز أوف أور ليكتشر، الأهداف التعلم المفترض نكون عرفناها بعد سلسلة محاضرات الجنرال أنجيولوجي. After the study of this lecture, you will be able to identify and describe the general anatomy of the heart, describe the size, shape, and the position of the heart, explain the cardiac conduction system, describe the general structure of the blood vessels, describe the path of the blood through the different body circuit, identify the various components of the lymphatic system. دي الأهداف اللي إن شاء الله هنشوف حققناها في نهاية مجموعة محاضراتنا على الجنرال أنجيولوجي. السيركولاتوري سيستم ده برود تايتل اللي هو الجهاز الدوري. الجهاز الدوري أو السيركولاتوري سيستم بيشمل ما يسمى بالكارديو فاسكولار سيستم. كلمة كارديو جاية من كاردياك يعني قلبي، فاسكولار يعني وعائي، يعني الجهاز القلبي الوعائي، وده الجزء الأول من السيركولاتوري سيستم أو الجهاز الدوري. الكارديو فاسكولار سيستم ده بيتضمن الهارت أند بلاد فيسلز، يبقى بيشمل الهارت اللي هو القلب والبلاد فيسلز. البلاد فيسلز الاوعيه زي ما حضرتك شايف في لون ازرق واحمر، تبع درجه الاكسجين او الاكسجينيشن اللي موجود في هذه الفيسلز في هذه الاوعيه. عندنا في الارترز اللي هي الشرايين والفينز والتفرعات الصغيره بتاعتهم خالص بنسميها ارتريولز، بتاع الشرايين بيسموه ارتريولز يعني شرايين، والفينيولز الورايد، والكابيلرز اللي هي الشعيرات الدمويه. الشبكه دي كلها من الهارت والبلاد فيسلز يندرج تحت الكارديو فاسكولار سيستم. تاني جزء من السيركولاتوري سيستم بيسموه الليمفاتيك سيستم، الجهاز الليمفاوي اللي قدام حضرتك ده في الورس ده، بيتضمن الليمف اللي هو السائل الليمفاوي والليمف فيسلز الاوعيه الليمفاويه اللي احنا بنشاور عليها دي كلها عباره عن الليمف فيسلز، والليمف تيشو اند اورجان، ديفرنت اورجان زي الليمف نود زي الليزبلين مختلفة هنشوفها مع بعض خلال المحاضرات، والليمف سيلز اللي هي بتسبح داخل الليمف في الأوعية الليمفاوية أو داخل الليمفاتيك فيسلز. دي المين كومبوننتس اوف ذا سيركيولاتوري سيستم أو تكوين الجهاز الدوري. الكارديو فاسكولار سيستم وده الشق الأول من السيركيولاتوري سيستم. كارديو فاسكولار سيستم كونسيست اوف ذا هارت والبلاد فيسلز. الارترز ران سنتريفوجالي فروم ذا هارت، الشرايين بتخرج مركزية من الهارت، انما الفينز دي دايركت تورد زارت يعني مجمعة الدم من الجسم ومودة القلب، انما الارترز بتاخد الدم من القلب وتوديه لباقي الجسم بالشكل ده كده. ادي الهارت، الهارت بيخرج منه الشرايين سنتروفيجالي او مركزيه كده، انما الاورده تجمع الدم اللي ودته الشرايين وترجع للقلب فهي دايركت توورد ذا هارت. الاثنين بيحصل ما بينهم كونكشن بنتورك بنسميها الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه اللي بتجمع ما بين الاورده والشرايين. الـ function of the cardiovascular system supplying the cells and the tissue of the body with the nutrient required for their maintenance and the function, removing the breakdown products and conveying them to the organ of the excretion. الفضلات بتوديها لأماكن إخراج، على سبيل المثال الدم يودي الفضلات اللي موجودة في الأعضاء للكيدني يحصل لها excretion للأورجان of the excretion سواء كيدني أو غيرها تخرج هذه الفضلات. Transporting surplus metabolites to organs of the storage أو storage organ، بتنقل المواد الزايدة من الأيض أو الفضلات الأيضية الزائدة لأماكن تخزينها للأورجان اللي هتعمل لها ستورج. ريجوليشن اوف ذا ووتر اند الكترولايت ميتابوليزم، بتنظم الالكترولايت في الجسم والووتر بالانس. انفولفمنت ان ذا مينتيننس اوف ذا بودي تمبريتشر اند اسيستنج ذا بوديز ديفنس اجينست فورين سبستانس اند باثوجينيك اورجانيزم، طبعا بتنظم حراره الجسم وتساعد الجسم في الدفاع عن نفسه ضد اي فورين بوديز او اي باثوجينز. كل الفانكشنز دي هتوضح تفصيلا بميكانيزماتها في الفسيولوجي ان شاء الله. General anatomy of the heart. الهارت هو السنترال بامب اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم، ده المضخه الرئيسيه في الكارديو فاسكولار سيستم.
نشوف بقى تشريح الهارت كده. ده عبارة عن ماسكولار سنترال اورجان اوف زي بلاد فاسكولار سيستم، الاختصار بتاعه بي في اس اللي هو البلاد فاسكولار سيستم. ده السنترال ماسكولار بارت، ده الهارت اوف ذا دوج رايت لاترال فيو. Act like a double suction and pressure pump by its rhythmic contraction and thus maintain the motion of the blood through the closed system of the blood vessels. الهارت شغال برزمك contraction بانتظام من اول مرحلة نمو الجنين، القلب بينمو في الهيومن في منتصف او الميد of the third week of the gestation، في نص تقريبا الاسبوع التالت او في الاسبوع التالت من الحمل الجنين، بيخليه شغال القلب بانتظام طول حياة الإنسان علشان يضمن أو يحدث ضمان لسريان الدم خلال الكلوزد سيستم ده، من القلب للأرترز للفينز. دي سيركوت او سيركل مقفولة، القلب هو المدخرة الرئيسية في هذه السايكل. الافريج ويت اوف ذا هارت از اباوت 0.7% اوف ذا بودي ويت، بيمثل حوالي 7% من وزن الجسم. يعني لو شخص وزنه 100 كيلو يبقى الهارت ده وزنه حوالي 700 جرام. ذا هارت از كومبوزد اوف ذا بيز لاي دورزالي وي البادي اند the apex ventrally also present two borders and two surface. القلب بيحتوي على بيس وايبكس وبادي زي ما نشوف بالشكل ده كده، دي البيس بتاعته ودي لاي دورزالي والبادي والايبكس لاي فنترالي. يبقى البيس بتاعه الهارت بتقع دورزالي في الجهه الظهريه، انما الايبكس مع الناس مع القمه بتقع فنترالي اسفل، يعني هرم مقلوب، فهو مخروط الشكل او كون ايه شيب بالشكل ده. ده هارت بتاع هورس، ادي البيس بتاعته وادي البادي ودي الايبكس بتاعته، فهو شكله ايه كون شيب بيس بتقع لاي دورزالي والبادي في السنتر والإيبكس بتبقى دايركتد إيه فنترالي أو موجودة في الجهة البطنية أو السفلية. The position of the heart. The heart occupies the greater part of the mediastinal space. القلب ده موجود فين يا جماعة؟ موجود في منتصف الصدر. Mediastinal space معناه المنصف الصدري بالشكل ده كده. ادي الثوراسيك كيج، ده القفص الصدري. من فوق نلاقي الثوراسيك فيرتيبري أو الفقرات الصدرية. من اللاترال نلاقي الضلوع سواء رايت أو ليفت، الضلوع بتبقى بيرت رايت أو ليفت، ودي العظمة دي بنسميها الاسترنم. الفراغ اللي جوه ده بقى جوه بيسموه الثوراسيك الكافيتي. فبنلاقي الهارت موجود فين؟ موجود في منتصف الصدر ما بين الرئتين، المنطقة اللي موجود او الممر اللي ما بين الرئتين اللي موجود في الهارت ده بيسموه الميدياستاينال سبيس. بيبقى اسيمتريكال ان ذا بوزيشن، ذا اماونت باي ويت اون ذا رايت اند ليفت اوف ذا ميديان بلين بينج ذا ريشيو اوف اباوت 4 to 5. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قسمنا القلب 9 أجزاء بالوزن كده نلاقي 5 ناحية الشمال و4 ناحية اليمين، يعني هو موجود في منتصف الصدر يميل الى اليسار قليلا بالشكل ده كده، هو موجود في نص الصدر اهو ولكنه بيميل الى اليسار ايه قليلا. دي البوزيشن اوف ذا هارت، خدنا قطاع عرضي في منطقة الصدر موجود في منتصف الصدر اهوت بيميل الى اليسار قليلا، فالريشيو بتوين ذا رايت اند ذا ليفت او اباوت 4 تو 5 ريشيو ما بين الناحيه اليسرى والناحيه اليمنى بنلاقيه يميل الى اليسار قليلا. زي ما قلنا لو قسمناه 9 أجزاء هنلاقي 5 أجزاء منهم ناحيه الليفت و4 أجزاء ناحيه الايه الرايت. الشيب بتاعه بيبقى كون شيب مخروطي الشكل زي ما حضرتك شايف، له بيس فيزنج كرينيو دورزالي، البيس بتاعته متجه الى اعلى والى الامام، ودي بتتكون البيس بتاعته من التو اتري زي ما نشوف تباعا من البهوين او الاذينين الاسم الدارج ليهم، ودولت بيبقوا حوالي تقريبا من عند الضلع الثالث للسادس ريبس. الايبكس فيس كودو فنترالي وفورمت فروم ذا ليفت فنتريكل اباف ذا فويد اوف ذا سترنم. الايبكس بتاعه الهارت بتبقى فيسنج فنترالي متجه الى اسفل وتقابل ايه اخر غضروف في الاسترنم بنسميه الزفويد، دي عظمه الاسترنم اللي هي عظمه القص، اخر غضروف فيها او استرنبرا فيها بنسميها الزفويد، هي فيسنج للزفويد. ايه بيكون الايبكس بتاع الهارت؟ الاثنين فنتريكل دول، ولكن الرايت فنتريكل
ما بيوصلش للايبكس. اللي بيكمل الايبكس وبيكون الايبكس اوف ذا هارت هو الليفت فينتريكل. يبقى الايبكس بتبقى متجهه كودو فينترالي وبتتكون من الليفت فينتريكل، موجوده فين؟ على الزفويت اوف ذا ستيرنو. البريكارديوم اللي هو غشاء التنور او الممبرينز اللي هو بيحيط بالهارت. فالبريكارديوم بينقسم ل فايبرس بريكارديوم وسيروس بريكارديوم. هو ايه عباره عن البريكارديوم ده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن فايبروسيروس ساك ويتش سراوندنج ذا هارت اند ذا روت اوف ذا جريت فيسلز. ده عباره عن غشاء فايبروسيروس، يعني عباره عن غشاء ليفي مصلي بيحيط بالهارت والروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز، كل الاوعيه اللي خارجه من الهارت. زي ما حضرتك هتشوف كده، ده البريكارديوم او غشاء التنور المحيط بالهارت، بيحيط بالهارت بالكامل والروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز اللي هي الاورطه والبالمونري ترانك والكرينيال والكودال فينا كافي. زي ما حضرتك شايف كده، خدنا مقطع في البريكارديوم هنا، لقينا ان هو بيكون من طبقه خارجيه بنسميها اوتر فايبرس لير، ودي بتبقى ريلاتيفلي سين وسترونج، بتحدد الباوندرز بتاع الهارت، محيطه بالهارت بالكامل. موجودة فين؟ هي موجودة في نفس موقع القلب، لانها بتحيط بالقلب، موجودة في الميدل ميدياستاينم او منتصف الصدر بالظبط، زي ما هنتكلم على بعد كده في البوزيشن بتاع الهارت. السيروس بريكارديوم زي ما حضرتك شايف معايا كده، عبارة عن تو لايرز. يبقى الفايبرس الطبقة الاولانية دي عبارة عن لاير واحدة، دي الفايبرس بريكارديوم. انما السيروس بريكارديوم ده عبارة عن طبقتين، كأنه بالونة زي ما حضرتك شايف كده، بالونة والإيد بتدخل جواها، فالهارت انفاجينيتد ان ذا سيروس بريكارديوم، كأنه كيس ودخلت في القلب. الكيس ده بقى عبارة عن طبقتين. فالسيروس بريكارديوم بيكون من تو لايرز، اوتر بارايتال لير الطبقه الجدريه الخارجيه دي، والانر لير بيسموها الفيسرال لير. يبقى السيروس بريكارديوم بيكون من طبقه داخليه بيسموها الفيسرال لير والبارايتال لير، ما بينهم كافيتي بيسموه البريكارديال فلويد، البريكارديال كافيتي اللي هو بيملا بما يسمى بالبريكارديال فلويد او الليكوار بريكارديوي. فالسيروس بريكارديوم عبارة عن كلوزد ساك انفاجينيتد باي ذا هارت، يبقى هي كيس مغلق دخل جواه القلب، مش بيتدخل بيه، ده عمل انفاجينيشن جواه، عمل انفاجينيشن، فبقى الهارت بيحاط بطبقتين من البريكارديوم. بتبقى سموث وجلستنج كونسيست اوف ذا فيسرال لاير، ودي كونتاكت مع الهارت، وبنسميها بعد كده الايبيكارديوم. دي يعني الفيسرال لاير دي بتبقى طبقه من طبقات الهارت نفسها، من طبقات جدار القلب، بنسميها الايبيكارديوم. الفيسرال لاير والبارايتال لاير، البارايتال لاير دي اللي هيحيط بها من الخارج، البارايتال لاير دي هيحيط بها الفايبرس بريكارديوم. السيروس ساك كونتين سمول اماونت اوف ذا كلير سيروس فلويد ذا ليكوار بريكاردياي بتوين ذا تو لاير، ما بين الطبقتين بتوع السيروس بريكارديوم بيبقى في كافيتي بنسميه البريكارديال كافيتي، اللي هو بيملا بسيروس فلويدز سائل مصلي، وده بيعمل تسهيل للموفمنت اوف ذا هارت او كونتراكشن اوف ذا هارت، حركه القلب، بيسهل حركه القلب، كيس اللي هو حوالين القلب ده اللي هو السيروس بريكارديوم. بص حضرتك صوره ثانيه معايا اهو، ادي الهارت عمل انفاجينيشن دخل جوه الكيس ده، الكيس ده بقى عباره عن طبقتين، الكيس ده اللي هو السيروس بريكارديوم بقى بارايتال لير اللي بره والفيسرال لير اللي هي ملاصقه للهارت، والبارايتال لير بتبقى كونتاكت مع الفايبرس بريكارديوم. نفس الشكل اهو، زي ما حضرتك كأن ايد داخله جوه بالونه، فالبالونه دي بقى طبقتين، طبقه داخليه بنسميها الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، ودي البارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، وما بينهم البريكارديال كافيتي اللي هو بيملا بيه الليكوار بريكارديا او البريكارديال فلويد. الفايبرس لاير دي بتمسك في الاسترنم بما يسمى بالاسترنو بريكاردياك ليجامنت، بيمسك مع الاسترنم بليجامنت بنسميه استرنو بريكاردياك ليجامنت.
نفس الحدوتة هقصوا بعض داخل فين؟ داخل في السيروس لاير اللي هي البارايتال لاير بتاع البريكارديوم، عند الروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز، سواء الاورتا او البالمونر الرانكا او الكرينيال والكودال فينا كافا. البارايتال لاير، بص حضرتك معايا نرجع للصورة دي تاني، لما بيعمل ريفليكشن هنا من بارايتال لفيسرال بيعمل ما يسمى بالبريكارديال ساينس. يبقى الطبقة اللي هي السيروس لاير لما تيجي تعمل ريفليكشن من بارايتال لاير لفيسرال لاير تعمل لي ما يسمى بالبريكارديال ساينس. فعندنا في الترانسفيرس ساينس والأوبليك ساينس. الساينس دي موجودة فين؟ موجودة عند الروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز. يعني للمعلومة حضرتك تبقى عارف ان الطبقه الخارجيه لما تيجي تعمل ريفليكشن وتبقى داخليه، لان الهارت عمل يعمل انفاجينيشن جوه البريكارديال ساك دي. فالبريكارديال ساك طبقتين اللي هي البارايتال لاير والفيسرال لاير بتاع السيروس بريكارديوم، وحولوهم من بره الفايبرس بريكارديوم. جوه الطبقه اللي هي السيروس بريكارديوم طبقتين. فالبارايتال لاير لما تيجي تعمل ريفليكشن وتبقى فيسرال لاير حوالين الهارت بتعمل ما يسمى بالبريكارديال ساينسز. فعندنا في الترانسفيرس ساينس وفي الاوبليك ساينس، زي ما حضرتك شايف هنا في اتنين ساينس هنا اهم، ترانسفيرس ساينس والاوبليك ساينس، ده بيبقوا موجودين عند الروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز. صورة تانية اهي، ده الفايبرس بريكارديوم من بره، قلنا عبارة عن سن وفايبرس ممبرين بيحب الهارت بالكامل، والروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز ده بنسميه الفايبرس بريكارديوم. لو خدنا بقى مقطع هنا كده نلاقي ده جدار القلب، اللي بره دي الفايبرس بريكارديوم. بعد كده يقابلنا ايه؟ يقابلنا البارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، بعد كده الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، وما بين الطبقتين بيبقى في ايه؟ في البريكارديال الكافيتي اللي هو بيملأ بالبريكارديال فلويد. يبقى حضرتك من الخارج للداخل كده هم مش طبقتين، هم طبقة خارجية بنسميها الفايبرس بريكارديوم، والطبقة التانية مقسومة لطبقتين، بارايتال لاير وفيسرال لاير. يبقى دي البارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، ودي الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم. ما بينهم ايه؟ ما بينهم البريكارديال كافيتي اللي هو في الدويزي بريكارديال فلويد او الليكوار بريكاردياي. صورة تانية برضو معانا اهو، بص حضرتك ادي الفايبرس بريكارديوم من الخارج. تبص حضرتك بقى للسيروس بريكارديوم الاخضر ده اللي هي البارايتال لاير، بارايتال بريكارديوم او بارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم. الصفر دي عباره عن الايه اللي متلونه باللون الاصفر، دي عباره عن الفيسرال لاير. الفيسرال لاير دي لما جت البارايتال لاير تعمل ريفليكشن تعمل لي هنا حاجه اسمها بريكارديال ساينسز. الكافيتي اللي ما بينهم الاثنين ده بنسميه ايه؟ بنسميه البريكارديال كافيتي، اللي هو زي ما قلنا بيملأ بليكويد بريكاردياي او بريكارديال فلويد، اللي هو بيسهل حركة القلب داخل هذه الغشاء او الكيس ده. فده كانت القصة بتاعت البريكارديوم. كمان ان الفايبرس بريكارديوم قلنا بيمسك في الاسترنوم بي استيرنو بريكاردياك ليجامنت اللي تشامبرز اوف ذا هارت، يعني حجرات القلب، الحجرات اللي موجودة. الهارت فورمت فروم فور تشامبرز، في تو اتريا اللي هما بنسموهم البهوين وتو فنتريكل، دول الاتنين اتريا. رايت اتريوم يعني بهو ايمن، وليفت اتريوم يعني بهو ايسر، او زي ما الاسم الدارج عارفينهم في خلال دراستنا الاذين الايمن والاذين الايسر، ولكن البهو لفظ اشمل من الاذين لانه بيحتوي على اجزاء مختلفه. احنا هنا بنتكلم على الجنرال اناتوم اوف ذا هارت، ما بتخدش في التفاصيل. التفاصيل بتاعه الاناتومي بتاع الهارت ده في كاتيجوري لوحده او في محاضره للاناتومي تفصيلا اوف ذا هارت. فده الرايت اتريوم وده الليفت اتريوم وده الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل. التو اتريا ار سيبريتد باي انتر اتريال سيبتم، الاثنين اتريوم رايت اتريوم والليفت اتريوم مفصولين عن بعض بالسيبتم، ده الحاجز اللي ما بينهم ده بنسميه انتر اتريال سيبتم. التو فينتريكل سيبريتد باي انتر فينتريكولار سيبتم، كمان الاثنين فينتريكل مفصولين بايه؟ مفصولين بحاجز بين البطينين. يبقى ده كان الحاجز ما بين البهوين او الانتر اتريال سيبتم، يكمل يبقى ايه؟ انتر فينتريكولار سيبتم، ما بين الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل، الحاجز ما بين البطينين او الانتر فينتريكولار سيبتم. التو اتريا ار كونكتد ويز ذا فينتريكل ثرو اتريو فينتريكولار اوبننج ويتش جارد باي اتريو فينتريكولار فالفز، اللي هي بنسميها الاي فالفز. يعني ايه؟ يعني الاثنين اتريوم
مفصولين او الاثنين اتريوم متصلين بفتحه مع الفنتريكل. الرايت اتريوم متصل مع الرايت فنتريكل عن طريق فتحه بنسميها ايه دي بقى؟ بنسميها الرايت اتريو فنتريكولار اوبننج. الاتريو فنتريكولار اوبننج او اوريفيس ده حواليه ايه؟ في هنا فالف، في هنا صمام، وده ترايكاسبيد يعني ذو ثلاث شرفات. الليفت اتريوم كمان متصل بيه الليفت فنتريكل عن طريق اوبننج بنسميها ايه بقى؟ هي اسمها اتريو فنتريكولار يعني فتحه، اتريو فنتريكولار اوبننج. ناحيه الليفت تبقى ليفت اتريو فنتريكولار اوبننج، ناحيه الرايت تبقى رايت اتريو فنتريكولار اوبننج. ولكن الليفت اتريو فنتريكولار اوبننج الصمام هنا او الفالف اللي ما بينهم هنا بتبقى باي كاس بتزو شرفتين، كل واحده من دول بنسميها شرفه وماسكه بما يسمى كورديتين ديني او الاحبال القلبيه، ماسكه في الوول بتاع الفنتركل بما يسمى بالبابيلاري ماسلز. ده كله تفصيلا هتشوف في الاناتوم اوف ذا هارت. فالليفت اتريو فنتريكولار اوبننج جارد باي ليفت اتريو فنتريكولار فالف او صمام. الصمام ده بنسميه الميترال فالف وده بيبقى باي كاسبيد. كل الصمامات اللي في القلب تراي كاسبيد يعني لها ثلاث شرفات، انما الليفت اتريو فنتريكولار بيسموها الميترال فالف دي باي كاسبيد. يبقى خدها قاعده كده ان كل الصمامات اللي موجوده في القلب بتبقى تراي كاسبيد ما عدا ايه؟ ما عدا الميترال فالف بتبقى باي كاسبيد فالف. نشوف الرايت اتريوم ده بيبقى ريسيف دي اوكسجينيتد بلاد فروم ذا كرينيال فينا كافا اند ذا كودال فينا كافا. ده الرايت اتريوم او يستقبل، حتى الالوان بتميز لحضرتك الفرق ما بين الديجري اوف اوكسجينيشن. ازرق معناها دي اوكسجينيتد يعني ما فيش اكسجين، ده جاي من الكرينيال فينا كافا. ايه الكرينيال فينا كافا ده؟ ده الوريد الاجوف العلوي اللي بيجمع الدم من الهيد والنك والثوراسيك لمب والكرينيال بارت اوف ذا بادي ويجمعه يجي يصبوا فين؟ يصبوا في الرايت اتريوم. كودال فينا كافا اللي هو الوريد الاجوف السفلي اللي هيجيب الدم بقى من البلفيك لمب من الرجلين الخلفيتين والبلفس والابدومينز وبقيه الثوراكس ويصب برضه في الرايت اتريوم. الرايت اتريو فينتريكولار ترايكاسبيد فالف بريفنت الباك فلو اوف ذا بلاد فروم ذا رايت فينتريكل تو ذا رايت اتريوم وين ذا رايت فينتريكل كونتراكتد. الدم اللي جه من الكرينيال فينا كافا وكودال فينا كافا وصب في الرايت اتريوم، الرايت اتريوم ينزل الدم فين؟ للرايت فينتركل، وبعدين يحصل سيستول للرايت اتريوم ده يضخ الدم كله هنا. طب ده هيضخ الدم الرايت فينتركل، هيضخ عن طريق ما يسمى بالبالمونري ترانك، ده اسمه البالمونري ترانك او البالمونري ارتري. البالمونري ترانك بينقسم ليه رايت وليفت ارتريز يروحوا للرئتين هنا. الفالف دي بقى او الصمام اللي موجود هنا بنسميه ترايكاسبيد. الفالف ده فايدته ايه؟ لما ده يحصل له كونتراكشن اللي هو الرايت فينتريكل يعني يضخ الدم يضخه للارتري دوت او البلمونري ترانك ده، الجيوب دي تملأ بالدم فتقفل الفتحه دي. اني فتحه؟ اللي هي الرايت اتريو فنتريكولار اوبننج. فالفالف دي بتمنع الباك وورد فلو او الباك فلو، ارتجاع الدم من الفنتريكل للاتريوم. دي الوظيفه بتاع الايه؟ الصمام ده هو ده عباره عن ترايكاسبيد فالف اللي هي الرايت اتريو فنتريكولار فالف بريفنت الباك فلو اوف ذا بلاد فروم ذا رايت فنتريكل تو ذا رايت اتريوم وين ذا رايت فنتريكل كونتراكتد. لما الرايت فنتريكل كونتراكتد تمنع ارتجاع الدم للرايت اتريوم. الرايت فنتريكل ده بامب الدي اوكسجينيت بلاد، الدم اللي نزل من رايت اتريوم هنا وراح للرايت فينتريكل يضخه فين؟ عن طريق البالمونري ترانك ده اللي يوصل للبالمونري ارتريز ويروح للرئتين. دم غير مؤكسج يروح للايه؟ للرئتين. في هنا صمام، الصمام ده يعمل ايه؟ لما ده حصل له كونتراكشن الرايت فينتريكل وضخ الدم هنا يرجع يحصل له ريلاكسيشن، لما الدم هيرجع من البالمونري ترانك او البالمونري ارتري للرايت فينتريكل الفالف او الصمام يمنع ارتجاع الدم من البالمونري ترانك للرايت فينتريكل. لما الرايت فينتريكل يحصل له ايه؟ يحصل له ريلاكسيشن. يبقى ده لما يحصل له كونتراكشن دي اللي تتقفل، انما ده لما يحصل له ريلاكسيشن دي اللي تتقفل اللي هي البالمونري فالف. والبالمونري فالف تراي كاسبت فالف، يبقى بالمونري اورسيميليونر فالف بيسموها تراي كاسبت برضو فالف. دي عباره عن فالف لها ثلاث شرفات بريفنت الباك فلو اوف ذا بلاد فروم ذا بالمونري ارتري تو ذا رايت فينتريكل هو ذا رايت فينتريكل ريلاكس. لما ده يحصل له ريلاكسيشن تمنع ارتجاع الدم من البالمونري ترانك للرايت فينتريكل. حضرتك لاحظ حتى الالوان احنا حاطين هنا
ازرق، الرايت سايد ده فينوس سايد كله لونه ازرق، يعني بيحمل دي اوكسجينيتد بلاد، سواء الرايت اتريوم او الرايت فينتريكل، لان الرايت اتريوم جاي له من الكرينيال وكودا الفينا كافا، ودى الدم على الرايت فينتريكل، وبعدين الدم من الرايت فينتريكل راح للرئتين عن طريق البلمونري ترانك او البلمونري ارتري، ده كله فينوس سايد، وذلك يسموا الرايت سايد بتاع الهارت فينوس سايد. لما نيجي نشوف بقى الليفت سايد لونه احمر، ده بيسموه الارتريال سايد، فيه دم مؤكسج، الجانب الايسر من القلب هو الجانب اللي بيحمل دم مؤكسج او بيسموه الارتريال سايد. الليفت اتريوم ده بيجيله الاكسجينيتد بلاد، يجيله منين بقى؟ الدم اللي راح عن طريق البلمونري ارتري راح للرئه، الرئه حملته بالاكسجين، رجع عن طريق ما يسمى بالبلمونري فين، ده مع انه اسمه ارتري، بالمونري ارتري، الشريان الرئوي بيحمل دم غير مؤكسج، انما الوريد الرئوي او الاورده الرئويه بتحمل دم ايه؟ مؤكسج. فالليفت اتريوم ريسيف ذا بلاد فروم ذا بالمونري فين، البالمونري فين كان في الهما نقول الاورده الرئويه الاربعه، في الهورس بيتراوح عددهم من 4 لـ 7 بالمونري فينز. عندنا ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتركل في فتحة بنسميها ايه؟ بنسميها الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس. الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس في حواليه صمام او قافل بصمام، بيسموه ايه؟ بيسموه الليفت اتريو فينتريكولار فالف، او لها مسمى الميترال فالف، الصمام الميترالي. الصمام الميترالي ده بيبقى باي كاسب، ده ركز معايا ان ده باي كاسب، بتزور شرفتين اتنين، ملوش ثلاث شرفات زي ناحية الايه؟ الرايت. ده يعمل ايه؟ يمنع الباك فلو، نفس اللي حصل في الرايت سايد، لما يحصل كونتراكشن للفنتريكل هنا الدم يروح فين؟ هيروح على الاورطه. هو يمنع ارتجاع الدم لما يحصل كونتراكشن لل او سيستول للليفت فينتريكل، انقباض للليفت فينتريكل، انه يرجع للليفت اتريوم، لا ده يمشي اتجاه الدم في اتجاه واحد. يبقى فايده الصمامات هي الدايركشن بتاع البلاد في وان وي، بتخلي اتجاه الدم يمشي في اتجاه واحد ما يرجعش. فالليفت اتريو فينتريكولار او الميترال اور باي كاسبت فالف بريفنت الباك فلو اوف ذا بلاد فروم ذا ليفت فينتريكل، من الليفت فينتريكل ده تو ذا ليفت اتريوم، وين ذا ليفت فينتريكل ايه؟ كونتراكتد. الليفت فينتريكل ده هيضخ الدم المؤكسج، بامب ذا اوكسجينت بلاد تو ذا ريست اوف ذا بادي ثرو ذا اورتا، الدم اللي جه بقى من الليفت اتريوم وراح للليفت فينتريكل هيضخ عن طريق الاورطه للجسم كله. الجزء ده من الاورطه بيسموه اسندنج اورطه، والجزء ده بيسموه الاورتك ارش، ويمشي بعد كده كديسندنج اورطه، ودي البرانشات بتاعته اللي هتوصل لمنطقه الهيد والنك. الدم هيضخ من الليفت فينتريكل عن طريق الاورطه لباقي الجسم، برضو الاورطه فيها سيميليونار فالف، السيميليونار فالف بتبقى ترايكاسبت فالف في الاورطه، بتمنع الباك وورد فلو اوف ذا بلاد فروم ذا اورطه، الدم ضخ من هنا من الليفت فينتريكل راح للاورطه. طيب الفينتريكل كان في سيستول، كان في كونتراكشن، كان في انقباض، لما يحصل له بقى انبساط او ارتخاء ريلاكسيشن دايستول، الدم هيرجع من الاورطه للليفت فينتريك. اللي يمنع رجوعه هي الفالف دي اللي تعمل تامين لمسار الدم في اتجاه واحد يمشي في الاورطه كده، انما ما يرجعش. فالاورتك او السيميليونر فالف بريفنت الباك فلو اوف ذا بلاد فروم ذا اورطه تو ذا ليفت فينتريكل، وين ذا ليفت فينتريكل ريلاكس الرايت اتريوم والرايت فينتريكل. الرايت اتريوم لما نعمل مقارنه بسيطه ما بينهم كده، ما بين احنا شغالين في الجانب الايمن دلوقتي، لسه الرايت اتريوم والرايت فينتريكل ده بيحمل دي اوكسجينيت بلاد، ده بيحمل دي اوكسجينيت بلاد، بس ده دي اوكسجينيت بلاد جاي له منين في الرايت اتريوم ده؟ الرايت اتريوم جاي له من الفينا كافا، تمام؟ ده يضخ الدم اللي فيه يوديه فين؟ الرايت فينتريكل يوديه عن طريق البلمونري ارتري او البلمونري ترانك للانجز. الرايت اتريو فينتريكولار او ترايكاسبت فالف، دي ترايكاسبت فالف اهي موجوده ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، انما في الفينتريكل هيودي الدم لما يجي يمشيه جوه البلمونري ترانك في سيميليونر فالف، ودي برضو بتبقى ترايكاسبت اللي هي بيسموها سيميليونر فالف او البلمونري فالف. نيجي نشوف الليفت
اتريوم والليفت فينتريكل. الليفت اتريوم ريسيفز اوكسجينيتد بلاد، الليفت اتريوم من البالمونري فينز من الاورده الرئويه، انما ده هيعمل ضخ، ده بيستقبل، ده بيضخ، ده يضخ الدم في الاورطه. هنا موجود البايكاسبت فالف او المترال فالف، وهنا موجود الليفت فينتريكل لما يضخ الدم خلال الاورطه. الاورطه في اورتيك فالف، الاورتيك فالف بتبقى ترايكاسبت. يبقى الفالفس وهنشوفها لوحدها، الفالفس هنشرحها تباعا لوحدها. الفالفز اوف ذا هارت اللي هي صمامات القلب، الصمامات دي بتعمل ايه؟ بتمنع ارتداد الدم او الباكورد فلو اوف ذا بلاد. الصمامات عباره عن ايه؟ عباره عن فلابس او ليفلت فولدز كده بتمنع ارتداد الدم، سواء الدم اللي هو يضغط او يجي من الاتريوم للفنتريكل او من الفنتريكل عن طريق سواء الاورطه او البالمونري ترانك انه يرجع تاني. فهي صمامات بتحافظ على سريان الدم في اتجاه واحد وتمنع ارتداده. فعندنا كل فالف لها ثلاث صمامات او ثلاث شرفات كاسب، كل واحده من دول بنسميها كاسب. الفالف بتبقى تراي كاسبد او لها ثلاث صمامات او ثلاث شرفات ما عدا الميترال فالف. فعندنا التراي كاسبد فالف اللي هي الرايت اتريو فينتريكولار فالف، ديت فتحه ذو ثلاث شرفات او صمام ذو ثلاث شرفات اللي ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، دي بيسموها التراي كاسبد فالف. عندنا بعد كده اللي هي البالمونري فالف اللي هي ما بين الرايت فينتريكل والبالمونري ترانك اللي هو يضخ الدم للرئتين. الجانب ده قلنا كله عبارة عن فينوس سايد، يعني دم غير مؤكسر سواء في الرايت اتريوم او الرايت فينتريكل. فالبالموناري فالف او البالمونيك فالف اللي هي ما بين الرايت فينتريكل والبالموناري ترانك. بعد كده في الميترال فالف، ودي بتبقى باي كاسبيد يعني ذو شرفتين، كله ذو ثلاث شرفات ما عدا الميترال فالف اللي هي عند ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل اللي هي الليفت اتريو فينتريكولار فالف اللي هي في الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس. في اخر واحده اللي هي اورتيك فالف اللي هي ما بين الليفت فينتريكل والاورطه، دي بيسموها اورتيك فالف. يبقى عندنا اربع فالفز اللي هي الترايكاسبيد فالف والبالمونيك او البالمونري فالف والاورتيك فالف والليفت اتريو فينتريكولار فالف اللي هي بنسميها الميترال فالف، دي اللي هي باي كاسبيد. اما نشوف الرايت اتريو فينتريكولار اورفيس، ده بيحاط بصمام ذو ثلاث شرفات او ترايكاسبيد فالف. نلاقي الكاسبس عباره عن انجولار وسيبتال وبرايتال. سيبتال يعني ناحيه القلب من الداخل، فدي السيبتال كاسب اهي. بص حضرتك دي السيبتال كاسب، ودي البرايتال المعاكسه ليها تبقى ايه؟ تبقى برايتال يعني جداريه، دي البرايتال فالف ودي انجولار فالف. يبقى واحدة سيبتال، واحدة بارايتال، واحدة انجولار، دول كاسبس. تلاتة كاسبس عاملين فالف اللي هي الرايت اتريو فينتريكولار فالف اللي هي ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، ده الاورفيس نفسه، فدي التراي كاسبت فالف. تاني فتحة اللي هي الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس، بص حضرتك معايا دي هتعمل جارد الايه اللي هي الميترال فالف دي ما بين ايه وايه؟ ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل. باي كاسبيد يعني لها شرفتين اتنين، واحده سيبتال وواحده بارايتال. واحده سيبتال يعني جداريه للداخل القلب من الداخل ناحيه القلب من جوه، واحده بارايتال من الخارج، دي الميترال فالف او اللي هي الليفت اتريو فينتريكولار فالف، وبتبقى باي كاسبت فالف. لها اتنين كاسبس، بارايتال كاسب وسيبتال كاسب، السيبتال للداخل والبارايتال للايه؟ للخارج. بعد كده الاورتيك فالف اللي قدام حضرتك دي الاورتيك فالف، دي بتبقى تراي كاسبت، لها رايت وليفت وسيبتال. السيبتال اللي لجوه زي ما حضرتك شايف سيبتال سيميليونر فالف ورايت سيميليونر فالف وليفت سيميليونر فالف، واحده سيبتال للداخل وواحده رايت وواحده ليفت.
ناحية الليفت اهي، لان ده الليفت سايد وده الرايت سايد. حتى الرايت سايد حضرتك متلون باللون اللبني ده، يعني فينا سايد، واللون الاحمر ده بيدل ان الدم هنا ايه مؤكسش، فبيرمزوا له حتى الالوان بتميز الاتجاهات، فده ليفت اتريو فنتريكولار اوريفيس وده رايت اتريو فنتريكولار اوريفيس. البالمونيك فالف جارد باي برضو 3 كاسبس، واحده رايت وليفت وانترميديات. فين البالمونري دي؟ البالمونري اهي، البالمونري بتحيط الاوريفيس ده بتاع البالمونري ترانك. فالفالفز عباره عن واحده رايت وواحده انترميديات وواحده ليفت. دي الليفت ناحيه الفتحه بتاع الاتريو فنتريكولار اوفيس، الليفت اتريو فنتريكولار اوفيس دي الليفت، ودي الرايت ودي الانترميديات. الفيسرال لاير اوف الفيسرال بيريكارد، دي كانت اللايرز بتاع من ثلاث طبقات، الايبيكارديوم وده الفيسرال لاير اوف بيريكارديوم. يبقى احنا قلنا البيريكارديوم اللي هو التمور، غشاء التمور، بيتكون مما يسمى بالفايبرس لاير والسيروس لاير. السيروس لاير عباره عن بارايتال وفيسرال. الفيسرال لاير دي بتبقى ملاصقه للوول بتاع الهارت على طول، فبنسميها الايبيكارديوم. الايبيكارديوم ده بيمثل الفيسرال لاير اوف ذا بيريكارديوم. تاني طبقه اللي هي البالك بتاع الماسلز بتاع الهارت اللي هي المايوكارديوم، ودي بتبقى سيك في الفنتريكل عن الاتريوم، وبتمثل الجزء الاكبر من جدار الهارت. اخر لاير من جدار القلب اللي هي الاندوكارديوم، ودي بتبقى عباره عن انر اندوثيليال لايننج اوف ذا هارت، الطبقه الداخليه اللي هو شغاف القلب، القلب من الداخل، اللي هو الطبقه المبطنه للقلب من الداخل، بيسموها الاندوكارديوم. نبص مع حضرتك مع بعض كده على الصوره، ادي مقطع من جدار القلب، نلاقي الطبقه الخارجيه دي بيسموها الايبيكارديوم، اللي هي عباره عن الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بيريكارديوم. بعد كده المايوكارديوم اللي هو الجزء العضلي من عضله القلب. الغشاء المبطن او الاندوثيليال لايننج بتاع الهارت بنسميه اندوكارديوم. اندوكارديوم، نكبر الصوره كده ونبص مع بعض. لو جينا قلنا جدار القلب من الداخل للخارج، من الداخل للخارج اندوكارديوم، مايوكارديوم، ايبيكارديوم. طب من الخارج للداخل ايبيكارديوم، مايوكارديوم، اندوكارديوم. حضرتك عارف ترتيب الطبقات دي. الطبقه دي عباره عن اندوثيليال لاير، دي كلها مصل اللي هي الكاردياك ماسلز اللي درسناها في جنرال مايولوجي، وده كوندكشن سيستم اوف ذا هارت او كاردياك كوندكشن سيستم. الكاردياك كوندكشن سيستم دي مجموعه من النودز والفايبر بتنقل النيرف امبالس او الامباص اللي هي بتولد ذاتي. القلب مش اي عضلة، القلب عضلة بتشتغل ذاتيا، بتشتغل عن طريق نبضات بتنشأ منها. فعندنا في مجموعة من النودز والفايبرز بتمثل الكوندكشن سيستم. فالكوندكشن سيستم بيمثل في اربع تراكيب، سيانو اتريا نود او بيسموها البيس ميكر، والاترو فنتريكولار نود، والاترو فنتريكولار باندل، والاترو فنتريكولار باندل برانش، والبركين جي فايبر. دول الاربع كومبوننتس بتاع الكاردياك كوندكشن سيستم او الجهاز الناظم لحركه القلب. القلب بيشتغل ذاتي في مجموعه من النودز والفايبرز، هي النبضه العصبيه بتنشا من مكان، تتوزع على مكان، تؤدي الى انقباض وانبساط الهارت السيستوليك والدايستوليك، يحصل كونتراكشن ويحصل ريلاكسيشن، كونتراكشن وريلاكسيشن، ده كونتينوس او مستمر طول حياه الانسان، ده بيشتغل ذاتي. فعندنا السيانو اتريا نود عباره عن ايه؟ السيانو اتريا نود اللي قدام حضرتك دي او بيسموها الاس اي نود، دي عباره عن سبيشاليزد ماسكولار سيل امبيدد ان ذا وول اوف ذا رايت اتريوم، في الوول بتاع الرايت اتريوم. عندي ايه؟ عندي بدايه الكرينيال فينا كافا، الكرينيال فينا كافا وكود الفينا كافا هيفتح زي ما اتكلمنا على الرايت اتريوم. عند دخول الكرينيال فينا كافا بيبقى موجود نود عباره عن سبيشاليزد ماسكولار سيل او ماسل سيل، بنسميها اس سيانو اتريال نود. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتعمل جينيريت السبونتينوس اكشن بوتنشال، دي اللي بتنشا منها النبضه الكهربائيه عشان تنتقل للاتريو فنتريكولار نود. يبقى اول جزء من الكوندكشن سيستم اللي هي السيانو اتريال نود.
الاكشن بوتنشال ينتقل من السيانو اتريال نود للاتريو فينتريكولار نود. الاتريو فينتريكولار نود دي موجوده عند الانتر اتريال سيبتم، السيبتم اللي ما بين الاتريام ده ما بين الرايت اتريام والليفت اتريام، ده موجود عند الديستال بارت بتاعه اللي هي الاتريو فينتريكولار نود. تنتقل الامبالس او النيرف امبالس من السيانو اتريال نود للاتريو فينتريكولار نود. تنتقل بعد كده الامبالس لما يسمى بالاي في باند، الاترو فينتريكولار باند، اللي يطلع من الاترو فينتريكولار نود باندز يسموها الاترو فينتريكولار باندز. الباندلز دي تمشي في الانتر فينتريكولار سيبتم وبعدين تتوزع في الجدار بتاع الفينتريكل. يبقى دي بنتريتك كاردياك تيشوز ديفايدنج انتو رايت اند ليفت باندلر برانشز اندر ذا اندوكارديوم اوف فينتريكولار سيبتم. بعد كده الاترو فينتريكولار باندل برانش دي اكستندد اندر ذا اندوكارديوم تو ذا ابسيس اوف ذا رايت اند ليفت فينتريكل، تروح بقى للابسيس او النهايه القمم بتاع الايه بتاع الفينتريكلز اللي هي الاترو فينتريكولار برانشز دي. بعد كده تمشي كبيركنجي فايبر، يعني بيركنجي فايبر دي كوندكت امبالس اور اكشن بوتنشال تو ذا فينتريكولار ماسل للمايوكارديوم، تتوزع بعد كده او زي ما حضرتك شايف دي السيانو اتريال نود تعمل الامبالس او الاكشن بوتنشال تنقله للاتريو فينتريكولار نود، بعد كده الاتريو فينتريكولار باندلز، بعد كده باندولار برانشز تنقسم وتروح للوول عن طريق الايه البركنجي فايبر، تمشي في العضله نفسها دي تمشي تحت الاندوكارديوم اللي هو الغشاء الداخلي القلب، بعد كده تنقسم البركنجي فايبر يوصل النيرف امبالس للماسكولار وول. الهارت بيت هو one complete pulsation of the heart، نبضة كاملة للقلب، بيتضمن الكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل دي include all events associated with the blood flow through the heart during one complete heartbeat، كل الأحداث اللي بتحدث في الهارت خلال نبضة واحدة من نبضاته دي بيسموها الكاردياك سايكل أو الدورة القلبية، ودي إن شاء الله نشرحها في محاضرة مفصلة لوحدها أو تاخدها تفصيلا إن شاء الله في الفسيولوجي. احنا قلنا القلب بلو كوندكشن سيستم بريزم الكونتراكشن بيشتغل ذاتي، ولكن الجهاز العصبي اما يؤثر عليه بالسلب او بالايجاب عن طريق ما يسمى بالاوتونوميك نيرفس سيستم بشقينه. الاوتونوميك نيرفس سيستم فيه سمباثيتك ديفيجن، وده يعمل انكريز الفايرنج ريت اوف ذا سيانو اتريال نود، يزود الامبالس او النبضات العصبيه اللي طالعه من السيانو اتريال نود، وبالتالي يعمل ايه؟ بيعمل انكريز للهارت ريت. الباراسيمباثيتك ديفيجن بقى اللي هو الجزء الجار سيمباثاوي من الاوتونوميك نيرفس سيستم او جهاز عصب الذاتي اللي احنا بنشاور عليه ده، امداد جاي من البرين اهوت للهارت، ده بيعمل ديكريز للفارنج، يقلل الامبالس اللي طالعه من السيانو اتريال نود، وبالتالي يعمل ايه؟ ديكريز للهارت ريت. يبقى السيمباثيتك والباراسيمباثيتك بيأثروا اما بالزياده او النقصان على الهارت ريت عن طريق انهم يأثروا على الامبالس اللي طالعه من السيانو اتريال نود او البيس ميكرز بتاع الكوندكشن سيستم اوف ذا هارت. السمباثيتك يزود الهارت ريت والباراسمباثيتك يقلل الهارت ريت. الى هنا ينتهي حديثنا، الى لقاء اخر ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.